قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالدار البيضاء إنه تم دعم 200 مشروعين استثماريا في قطاع النسيج في إطار خطة الإنعاش الصناعي باستثمارات تقدر ب 3.07 مليار درهم. وأوضح الوزير الذي كان يتحدث خلال اجتماع عمل مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة خصص لبحث واقع القطاع والرهانات المستقبلية ذات الصلة، وخلصت المناقشات مع مهنية قطاع النسيج والألبسة إلى تحديد الأهداف الرئيسية الثلاثة، ويتعلق الأمر بحسب الوزير بتعزيز وجود العلامات التجارية المغربية في السوق الوطنية والدولية وتسهيل وصول المنتوج الوطني إلى أسواق معينة وتعزيز التنافسية والإدماج المحلي. كان عندنا نقاش صريح وجد مثمر مع فاعلي قطاع النسيج والألبسة، حددنا ثلاثة ديال الأهداف. الهدف الأول هو تقوية حضور العلامة المغربية في الأسواق الوطنية والدولية. الهدف الثاني هو تسهيل وتبسيط ولوج المنتوج المغربي في نفس الأسواق. والهدف الثالث هو تقوية الإدماج المنتوج المحلي. ولهذه الغاية حددنا كأولوية 70 مشروع بغلاف إجمالي ديال 10 مليار ديال الدرهم. والهدف ديال القطاع اللي تحدد مع القطاع هو خلق 80 ألف منصب شغل جديد.